استطيع ان اقول ليس قلبي فقط بل قلب جميع المخلصين هنا مع الجنوب اللبناني الذي الذي كان ولا زال مظلوما في الحقيقة بمبادرات متعددة ومستمرة من القصف الاسرائيلي ضده في الحقيقة، وهذا شيء مؤسف وظالم بطبيعة الحال. إنها إنما تتبرع بالسلاح الدنيوي الذي مهما بدا لنا مهما وعظيما فإنه مؤقت وزائل، لأنه إنما يمثل طرف الدنيا وما فيها ومن فيها، وهو طرف مضمحل وهين وحقير. وأما المؤمنون فناصرهم الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهم المؤمنون واثقون به ومعتصمون به ومتوكلون عليه، ويعلمون أنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا الفانية بل لأجل الآخرة الباقية. وفي الرواية: إن الدنيا والآخرة برتان لا تجتمعان، وكذلك فإن الحوز والاستعمار برتان لا يجتمعان.